ليه يا بابا؟ يا حبيب قلبي اديني سبب واحد. لا ليه طيب؟ ايوه دي الاغنيه اللي انا يا حبيبي دي الكليه اللي انا اخترتها. ايوه انا معاك، ولكن بقى انا مش حابه دلوقتي يا بابا. يبقى اعمل لي اللي انا عايزه وخليني اسافر. ايوه يا بابا ده اللي انا عايزه. هنهرج بقى، احلف بالله بجد، اقسم بالله بجد. يا داليا بتتكلم بجد والله؟ يا داليا بابا خليني اسافر. شفت بقى لما قلت لك ان انا ممكن اعتمد على نفسي واعيش من غير مصروف وتبقى في خروبية؟ ده كان الاختيار الصح. انا كان نفسي امثل، كان نفسي ان انا ادرس مسرح. فخور بقى بابنك ولا لا؟ الحمد لله ناجح، قاعدين في بيتي اهو، عندي العربيه اللي طول عمري حلمت بيها، عندي الحياه اللي طول عمري حلمت بيها. مبسوط والله يا بابا وناجح. انت فخور بيا؟ راضي عني؟ انا اسمي كريم كامل، 23 سنة، دخلت في الاول كلية ملاحة بحرية، ودي كانت سنة 2004 لما والدتي الله يرحمها توفت. كان دخول المدارس، كان تخرجنا من المدارس شهر 9 يوم 2/9، وتوفت أمي الله يرحمها يوم 13/9، ودخلني أبويا كلية الملاحة اللي أنا ما رفضتهاش، وده كان موقع خلفنا. كتير جدا الحمد لله سعيد وناجح في حياتي، الناس ما يعرفوش كتير جدا إن أنا وحيد. رحت أمريكا ونجحت الحمد لله، حققت كل أحلامي اللي أنا كنت عايز أعملها. ولكن كان بيجي علي أيام ساعات كنت باعية يعني بمرض، مفيش حد يسأل عليا مثلا ويجيب لي دواء. ساعات كنت بقى جعان وفي أكل في التلاجة، كانش يبقى لي نفس إن أنا أكل عشان مفيش حد أقعد أكل معاه يعني. والحمد لله نجحت وعملت كل اللي أنا عايزه، بس في حاجات يعني شلت مسؤوليات وأنا صغير، وكان اختياري، كنت أنا اللي عايز كده. ساعات بشتاق ليوم عشته وأنا صغير، لشكلي قبل ما اتغير، لأيام فيها راحة البال عشان كنا ساعتها عيال. ساعات بشتاق للحب القديم ولصوت عبد الحليم، لنومي في لبس حضن العيد وأحساسي إن بكرة بعيد، لفنجان قهوة من أمي وأنا بذاكر، لفرحة أبويا لما أنجح وأكون شاطر، للمة عيلة لما بنسافر على مطروح. ساعات بشتاق لخالي وعمي والجدي، لحواديت من بيت وعستي، لأيام فيها راحة البال عشان كنا ساعتها عيال.